بسم الله الرحمن الرحيم إننا نتوسل إليك يا الله بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وبحرمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة أو من أمور الدنيا والآخرة خصوصا حاجة جميع الحاضرين بهذا المجلس المبارك. يا رب آتنا ما سألناك يا أرحم الراحمين بحق النبي وعلى النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. وافتح من الخير كله.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده عدم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برج العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في قريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. بشرا كاملا يزيه الطلالا. وهو من خلق مما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال. انتشر في عالم البطون والزهور
عليكم للمؤمنين يا رؤوف الرحيم يا الله. فمن جاءته هذه البشارة أتلقى بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين قرب آوان وقع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وانظر الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فوق كل نور الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة وافيا صلى الله عليه. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانطلق صبح الكمال من النور عن أمول وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد يا نبي Yeah.
الحمد لله رب
الحميد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم